موسم الخريف، مهرجان طبيعي سنوي يتهافت إليه السياح من كل مكان ليستمتعوا بجماله الأخاذ. ولكن هنالك كائن صغير الحجم يثير إزعاجا كبيرا. البرغج الظفاري أو الهاموش الظفاري، ويعرف محليا باسم العيرنوت، وباللغة الشهرية والجبالية يسمى عارنوت أو خانيوت، وعلميا يعرف باسم فورسيبوميا ويتكومبي. هذه الحشرة الصغيرة أثارت الكثير من الجدل لسكان المنطقة المحليين وزوارها. دعونا نتعرف عليها أكثر. أهلا، أنا روبرت ويتكوم، عالم بيئة. منذ سنوات عدة عملت بحث الدكتوراه عن نحل العسل والبيئة النباتية في عمان. ثم ما بين العامين 1985 و 1992 عملت في المنطقة الجنوبية من ظفار للجنة مثيرة للاهتمام تدعى لجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية أو محافظة ظفار. كخبير بيئي ومخطط في النظر في مستقبل ظفار طويل المدى وبيئتها، محافظة ظفار فريدة تماما في شبه الجزيرة العربية. كل عام ولمدة شهرين أو ثلاثة من نهاية يونيو إلى بداية سبتمبر تتغطى الجبال بالخريف أو ضباب موسم المنسون، والذي يتولد من خلال تصاعد المياه الباردة في بحر العرب، وهذا يجلب سحبا وأمطارا استثنائية في شبه الجزيرة العربية إلى الجبال. تحتوي الجبال على بيئة نباتية فريدة، فهناك العديد من النباتات الحصرية في هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية. إلى جانب النباتات هنالك أيضا حياة فطرية نادرة في الجبال. وعندما بدأت العمل في الجبال في صيف 1985 بموسم المنسون، سرعان ما خدت تجربة البرغش العاضي المحلي أو العيرنوت، والذي ذكرني بالبراغيش الموجودة في اسكتلندا لمن يعرف الساحل الغربي هناك، حيث تهبط الآلاف من هذه الحشرات في الربيع والصيف على البشر وتمص دماءهم. يمكن إيجاد هذه البراغيش في ظفار في موسم المنسون فقط، وكان بديهيا كونها مختلفة عن نوع البراغيش التي ألفتها في جبال اسكتلندا. في موسمي المنسون لعامي 1985 و 1986 ذهبت لاستكشاف جبال ظفار في عدة مناسبات لجمع عينات من البراغيش وملاحظة حالة الطقس التي تنشط فيها. في عام 1985 جمعت عينات من وادي حنة في الجانب الشرقي من جبال ظفار ما بين طوي عتير ومرباط. ثم في عام 1986 ذهبت إلى غدو شمالي صلالة وجمعت عينات إضافية هناك. جمعت البراغيش باستخدام جهاز يدعى الشفاطة، أشفطها في قنينة صغيرة أو حاوية، ثم أضع العينات في مادة الإيثانول أو مادة كيميائية أخرى لحفظها.
ثم أرسلتها إلى متحف التاريخ الطبيعي في عمان، حيث أرسلت من هناك إلى المملكة المتحدة، وحفظت العينات في متحف التاريخ الطبيعي البريطاني. كذلك أرسلت إلى معهد علوم الفيروسات الحيوانية في بير برايت بالمملكة المتحدة، حيث كان يعمل اختصاصي البراغيش جون بورمان. قام بفحص هذه الحشرات عن كثب، وقرر من خلال خبرته العميقة في تصنيف البراغيش أن هذا نوع جديد لم يسبق وصفه من قبل. لذلك قام بدراستها بعمق وكتب وصفا لها، وقرر تسميتها فورسيبوميا ليزيوهيليا ويتكومباي، ولكنني فضلت تسميتها برغش ظفار العاض. العرنوط أو الذباب القارس أو الهاموش الناخس، كلها مسميات لمجموعة الكونيغرونويد، اللي هي من أنواع الذباب التي تتغذى على الدم. هذه العائلة بها ما يقرب تقريبا 6000 نوع، مقسمات على 110 من الأجناس. أشهرها هنا عندنا في عمان فورسي بوميا اللي هي وادي كومبي. فورسي بوميا وادي كومبي هي أكثرها شيوعا وتواجدا في محافظة الظفار. هذه الحشرة تضع 7 مجموعات من أنواع من المجموعات البيوض، في كل مجموعة ما يقرب 450 بيضة. يعني في دورة حياتها تضع ما يقرب 3000 بيضة، تضعها على أطراف الأماكن الرطبة مثل المياه، أو تكون في أماكن اللي فيها الطمي. البيض يفقس في خلال يوم إلى أسبوع، من يومين إلى أسبوع، واليرقة تبقى في الماء لمدة أسبوعين، وقد تبقى إلى لمدة سنة إذا كانت الظروف غير مناسبة لنموها. العذراء تحتاج إلى تقريبا ما يقرب يومين إلى 3 أيام للفقس. بعدها تخرج طبعا الأنثى وتتغذى على الدم. الدم، لماذا الدم؟ لأن الدم هو المصدر الأساسي للبروتين. الشائع عند الناس أنها هي بعوضة، وقلنا هنا ليست بعوضة، وإنما هي نوع من أنواع الذباب من نفس مجموعة البعوض، لكنها في بعائلة أخرى وهي عائلة الكونيغرونويد. هذه الحشرة مؤذية لأنها تمص الدم، ولكن في نفس الوقت هي مفيدة للبيئة لأنها تحلل المواد العضوية التي تلقيها الحيوانات في الأرض. يرقاتها تحلل المواد العضوية التي موجودة في التربة. زائد أنها مفيدة للبيئة لأن بعض الأنواع من هذه الذبابة تكون نوع من ناقلات للحبوب اللقاح من شجرة إلى شجرة. منتشرة في محافظة الظفار وبأعداد كبيرة، لسبب أن في عندنا رعي للحيوانات أبقار وأغنام والجمال في مناطق الجبال. هذه اسم الحيوانات تلقي بفضلاتها في أماكن الرعي، مما يؤدي إلى تكاثر هذه الذبابة. بما أنها هي شاربة للدم أو ماصة للدم، لها دور كبير فيه
تكاثرها، لأنها تحتاج الدم في تكوين البيض. I have come here to the Birbright Institute. لقد أتيت إلى معهد بيربرايت في سوري بالمملكة المتحدة لمقابلة الدكتورة ماريون إنجلاند المتخصصة في علم الحشرات ونواقل الأوبئة، التي ستطلعنا على بحوثها وبحوث المعهد وعلاقة ذلك بظفار والبرغش الذي يؤذي السياح والمقيمين في المنطقة. أنا الدكتورة ماريون إنجلاند، باحثة في علم البيئة المرضي في معهد بيربرايت. معهد بيربرايت هو مركز رائد عالمياً في بحوث فيروسات الماشية. أوبئة الماشية تهدد الأمن الغذائي العالمي، لذلك تسعى بحوث معهد بيربرايت إلى فهم الفيروسات، بنيتها وعملها وكيفية تفاعلها مع الحيوان ونظامه المناعي. بعد ذلك نطور مصولاً وتدابير وقائية ضد هذه التهديدات الوبائية. تنتقل بعض الأوبئة الفيروسية إلى الحيوان والإنسان عبر الحشرات مثل البرغش والقراد والبعوض، فتسمى تلك الحشرات بالنواقل. لذا يركز بحثي على علم البيئة المرضي لمعرفة المزيد عن دورة حياة هذه الحشرات وتصرفاتها، وهذا يساعدنا على فهم دورها في نقل الأوبئة. علاقة هذا الأمر بظفار هو وجود عدد من الحشرات اللاسعة في المنطقة، وهي مصدر إزعاج للإنسان والحيوان، وبعضها قد يكون قادراً على نقل مسببات الأمراض. تأخذ الإناث وجباتها الدموية من مصادر مختلفة كالإنسان والماشية. بعض الأنواع أكثر تحديداً في مصادرها مقارنة بغيرها. بعضها يتغذى فقط على الطيور، وبعضها على الثدييات، وبعضها أقل انتقائية. عبر 30 أو 40 سنة مضت، ارتفعت أعداد الماشية بشكل هائل في ظفار، ومن المرجح أن ذلك ساهم في إكثار البراغيش بطريقتين مختلفتين. أولاً، توفر كمية كبيرة من الحيوانات يوفر غذاءً دموياً وافراً لإناث البراغيش. ثانياً، تغذي الحيوانات التربة برواثها، والذي يساهم في إكثار بؤر تكاثرها. من الممكن أن أعداد البراغيش زادت في السنوات الأخيرة، ولكن المرجح هو أن قدوم المزيد من السياح إلى المنطقة أسهم في ملاحظة أعدادها بشكل أكبر. من المستبعد أن يلعب السياح دوراً أساسياً في الحفاظ على أعدادها، والغالب أن الماشية تهيئ بيئة ملائمة لها. هناك تدابير متعددة لكبح أعداد البراغيش، ولكن معظمها لن يكون ملائماً لتغطية نطاق واسع. يمكنك وضع مصائد للبراغيش، ولكن ستقصي جزءاً صغيراً من أعدادها في المكان، والبراغيش المحيطة ستأتي لتحل محلها مباشرة. بعض الأساليب الأخرى لضبطها هو استخدام ورش المبيدات الحشرية في المنطقة، ولكن هذا الإجراء مجدداً ليس ذا تأثير كبير. إنه قصير المدى ويحدث ضرراً بيئياً جسيماً. ستموت العديد من الكائنات غير المستهدفة، كما أن المنطقة شاسعة جداً لتغطيتها. إنه خيار غير عملي ببساطة. سيكون إجراء مزيد من البحوث حول هذه الحشرات عظيماً للتعرف بشكل أفضل على الكائنات التي تتغذى عليها. بعدها سنكون فكرة أفضل عن إمكانية نقلها للأمراض للإنسان أو الماشية. يمكننا جمع براغيش من ظفار بعد أخذها وجبتها من الدم. بعدها سنتمكن من استخراج الحمض النووي لدم المضيف من أجسامها، فنحلله ونعرف الكائن الذي كانت تتغذى عليه. كما يمكننا فحص البراغيش لاحتمالية وجود مسببات أمراض كالفيروسات.
إذا فهمنا المزيد عن هذا البرغش وبيئته، سنستطيع أن نعيد النظر في إجراءات تنظيم الماشية إن أمكن تعديلها. لضبط أعداد البراغيش في مناطق أخرى من العالم كاسكتلندا، حيث تتضرر السياحة من أعداد البراغيش الهائلة، لم يكن بالإمكان إبادة البراغيش أو كبح أعدادها بشكل كبير. وأفضل طريقة لحماية نفسك ضد لسعاتها هو ارتداء الملابس الطويلة واستخدام الكريمات الطاردة لها، وتوقيت زيارتك بناء على الأوقات التي يقل فيها نشاط البراغيش. أيضا ممكن ندهن جسمه حسب التجربة نوع من أنواع الزيوت النباتية، من ضمن هذه زيت القرنفل، فهذه زيت القرنفل حسب تجربتي أنها ممكن تزيد الآثار اللسع في دقائق، يعني في خلال 5 دقائق وعشر دقائق ما راح تلاحظ أثر اللسع حتى ألم الذي تلسع به الذبابة. أنا نتكن بالظفر، الظفار في موسم الخرف بيحاسب السيارة، يعني بموسمها الموجود سخي لكسر لرب العالمين لتوازن معين. أنا نتكن طير مو بحلاك من تلثيرت بطلب خرفي يوهري صلاح بعجبي عير عن سخيرين بوتيت شلا يقدد عين من تلي راح يكين بنكاء بعافة. أنا نت بذبوت بحليلي لنكال الخرفوتي خل كسنو الهر محافظة القدر ذي بالذات الطبلي تزود قدرتي الطبليس يحق يوم وثلاث بيوضع قدر ذين يوقع لين بدأ يتطيش من خرف بخير أحكي تردين بيته حملات بهر حلا وضع ذانو مطلوب ما استنكع بخبراء بيوم متمكنين من وضع ذا لدورس بيقربش عار مشكلة بعر خلل التوازن البيئي ذا. هذه الحشرة هي جزء من سلسلة غذائية معقدة، كمثال تعتمد أشجار الكاكاو بشكل كبير على نوع آخر من الفورسيبومية بمناطق أخرى من العالم، ربما بعض نباتات ظفار تعتمد على البراغيش. هنالك العديد من أنواع البرغش في شبه الجزيرة العربية، فهناك نوع فورسيبومية آخر في سلسلة جبال الحجر يعرف باسم فورسيبومية ليزيوهيليا بالتيا. خلقت الرياح الموسمية غابة سحابية ومراع في ظفار، موفرة ظروفاً مناسبة للإنسان والماشية، وذلك يوفر موطناً ليرقات البراغيش ودماً للإناث البالغات. نتيجة ذلك تنتشر البراغيش في ظفار على نطاق واسع. الطبيعة مهمة ومعقدة، وعلينا أن نكون حريصين على إيجاد توازن جيد بين رعاية الناس وماشيتهم والبيئة التي نعتمد عليها جميعا. في الختام يجب علينا ألا نخل بالتوازن البيئي.